مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق في موضوع لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع التهامي بناني. اليوم كان يوم صعب صراحة في هذه الجلسة. أستاذة زين بخيار داء السكري سخفات حدا الجلسة اللي في المحكمة بطبيعة الحال، شفتوا الكلام ديالها تتكلم بعمق. وكذلك لا ننسى أستاذ عبد الصمد الحقوقي اللي متبع الأمور بدقة. اليوم معايا الفريق الكامل ديال الأم حياة تحت القيادة ديالها بطبيعة الحال، وغنشوف مع الأم حياة كيف شفت الجلسة وأين هي مكامن الخلل في الملف. أستاذة، اليوم الجلسة انطلقت الأستاذة هي الأولى قبل ما يبدأوا الأساتذة، لأن الدور ديالهم في الدفعات الشكلية تطالب بمجموعة من الوثائق اللي كتعتبرهم الأساس فأنه المسار يكون صحيح ديال الملف. كيف شفتي الأمور؟ السلام عليكم. بدء كنشكر أستاذة زينب على الاستماتة ديالها في هذا الملف، وكنشكر السي عبد الصمد الله يرحم ليه الوالدين ويخلي له وليداته، حتى هو كيستمت في هذا الملف هذا كل ما أوتي من قوة قانونية وقوة. إذن هذا جوج الناس الله يجازيهم بخير واقفين معايا، وما تنساش بلي أنني مرأة ماشي ديال القانون ولا حول لي ولا قوة، ولكن سيدي ربي تيجيب في صفي الناس اللي غادي يعاونوني، اللي عنده شي حاجة كيعاون بها. أنا كندويش على المادة، كندوي على الكفاءات. نعم. بالنسبة للقضية ديال أستاذة زينب، هي بغات واحد الأرضية، هي كتبنى واحد المبدأ، كتقول لك إذا ما كانتش عندها الوسائل باش تخدم ما غيمكنلاش دير الدفعات الشكلية. هاد الوسائل هادي هي اللي غادي تجيب يا الإدانة يا البراءة يا الإثبات يا اللي كان. أما باش نهضرو من فراغ ولا نهضرو من واحد الحفينة الوريقات لا ما فيها حتى شي حاجة اللي غادي تنفع لصالح القضية، بتاتخ تنفع لصالح المتهمين، لكن حنا كان 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 كنقلبوا على محاكمه وعلى عداله وعلى عدل في هذه القضيه التامي اللي مرت عليها 16 عام و12 عام ونص والناس كيتمتعوا بالحريه، 12 عام ونص والناس اللي تزوج واللي قرا واللي كبر واللي وانا في دار غفلون وانا الوحيده اللي ما عارفاش. اذن بركه 12 عام ونص جاب الله. حيت شوف غير سير بالنية وما تخافش، ما دمتي خبعتي 12 عام ونص راه حتى حاجه ما مضمونه، حتى حاجه ما هي في الجعبه بين يدك، راه بين يدي الخالق الخلاق. اذن ما درتيش في حساب الدوره اللي غادي تدور واللي غادي نصيبو واللي غادي يعاوننا واللي غادي يساعدنا واللي غيبقى يخرج لنا المسائل للنور. نعم، السيده المحاميه استفزوها داخل الجلسه باش تستفزت، هي كتقول الملف ما كاملش للسيد الرئيس بالتالي الهيئه، هما تينوضو يقولك الملف كامل. سيد الرئيس مشكور عاد 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 خدا عاد ترأس هذا الملف هذا، راه ملي كيكون الملف بين يدو بتاتخ راه فيه الوثائق كاملة. ملي كيطلع المكتب الضبط وتيقول للناس سيروا نتوما خذوه من تمايا وما قال عيب، كنطلعوا بشهادة السيدة زينب والسيد رئيس الجمعية عبد الصمد، كنطلعوا ما كنصيبو حتى حاجه، كنصيبو غير الفتات، داكشي ما لا 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 يشفي ولا يغني من جوع. اذن هاد القضيه هادي السيده عيات كل مره كتطلع، بما انني انا موكلاها وهي هزه على الكتف ديالها على عاتقها هاد المهمه، بغات ديرها بنزاهه، بغات تخدم فيها، بغات لي مويان دو بور ديالها يكونوا عندها بين يديها، ما عندها حتى حاجه، عندها الخوا الخاوي اللي ما غيأدي حتى شي نتيجه. والصحيح صحيح هو اللي ما كانش. إذن أنا كنطالب على أن هذاك الملف اللي هو اللي كنقولوا ما كانش، ومني كنقول ملف ما قالها السيد عبد الصمد والأستاذة زينب، هو تحقيقات 98 المسطرة كاملة بالمجريات ديالها التقنية والميدانية والعلمية والخبرة وكل شيء، هو اللي بغينا يكون بين يدينا. عاد نهضروا في داكشي اللي دارت الفرقة الوطنية مشهورة حتى هي. الفرقة الوطنية راه كيف ما كان الحال راه بينت شي حوايج، وداك الحوايج هما اللي خلونا نرجعوا اللور ونقلبوا. اذا الا ما كانش هادشي من يدينا ما غيمكنناش نعرفوا شنو كاين.
انا داك النهار صيفطنا السيد الرئيس قال لك لا غادي يطلع طلعوا المكتب ديال الضبط من بعد ما تسالى الجلسه. طلعنا مباشره صبنا كاتب الضبط يلاه جا، ولكن الملفات حنا كنشوفوهم في المكتب، كنشوفوهم هزهم وخرجهم. انا هذا تساؤل عندي، تساؤل عندي، علاش هزهم وخرجهم وحنا جينا باش نشوفوهم وراس مع بودنو اشنو قالت الهيئه، وعاود يجيبهم عاد نقصوا نقلبوا فيهم وعاد ما صيبوا والو، غنصيبوا داكشي اللي كان عندنا من شحال هادي. حاجه وحده اللي صبتها جديده هي الصفه باسم جلاله الملك. انا عندي الصفه زعما، ما الصفه انا عندي، بغى اللي بغاو كره اللي كره، مي الصفه كوثيقه راه كاينه. ما عرفت كيفاش وقعت تبقات في الملف على اين هادشي اللي كاين. والدفاع اليوم كان كيطالب بانه تيقول له شكون هي ما عندها الصفه، وانت كتقولي عندك وثيقه تفيد باسم جلاله الملك انه عندي يعني حكم. نعم. ان عندك الصفه. نعم. كيفاش كتشوفي هذه الامور والدفاع تيقول لك انت ما عندك الصفه؟ والله يا ولدي ما نقدر نجاوبك على هذا السؤال هذا بالشكل القانوني ديالو. انا كيقولوا ما عنديش الصفه، انا كنقلب في المكتب في الملف تبنت لي ذاك الورقه اللي فيها الصفه ديالي. ما انا الصفه انا مامنه بها، متيقاها كابره معايا ديالي. نعم. هنا استاذ غنشوف معاك واحد الجانب ثاني. نعم. الفيديو السابق قبل الجلسه الفارطه كنت فرحانه وتفاعل السيد الرئيس، والرئيس ما تغيرش راه باقي هو الان وبنفس الطريقه وكينادي بالاسم ديالك، وقفتي قدامه ناقش معكم هاد الوثائق وناقش معكم القرص، قال لكم القرص كاين عندي ونهار اللي غندخل ملي تكمل الدفعه تشكلي ودخلوا الموضوع قال لك غادي ندوزوا علانيه في القاعه، وهذا العنوان اللي قال لك الظلم ظلمات يوم القيامه، قال لك انا غادي نتبع الملف وما يملي علي الضمير يعني ديالي امام القانون وامام الله عز وجل. هذا كلام الرئيس، يعني هذا الكلام اللي كيقول لك السيد الرئيس وهذا التتبع ديالو للملف القرص هو جاوبك عليه السيد الرئيس. هذه الوثائق الاخرى قال لكم خطوه اخرى، قال لكم ممكن تقدموا التماس النيابه العامه وهو غيعطي الامر ديالو وتبعوا باش توصلوا لهم. كيفاش كتشوفي هذه الامور بالنسبه للسيد الرئيس والهيئه كامله؟ انا كنت فرحانه ذاك الجلسه ومازال فرحانه، واخا وقع هادشي كامل، واخا وقع هادشي كله انا مازال فرحانه. هادي راه بوادر خير، راه ملي كتبقى تشبك هكذا انت وقع العسر عارفه ان شاء الله غتيسر، فهمتيني؟ السيد كنت طلعت انا والسيده المحاميه مشينا عند السيد الرئيس الاول مشكور، استقبلنا استقبال ممتاز. وشوف انا ديجا كان باش نبقى ساعه ساعه كنقول استقبلني ودار بتيتغ عندي عقده، بتيتغ محرومه من هذا الحق، بتيتغ حيت ما خداو لي ولدي وخداو لي كل شيء وكرامتي مشات وحياتي مشات وراجلي مشى وكل شيء مشى. داك الشيء ربما انا كنقول هي اعطتني قيمه ولا خو اعطاني قيمه، بتيتغ هاد الناس هادو بغاو ينزعوا لي القيمه، ولكن كنتمنى من الله تعالى باش ترجع هاد القيمه هادي وترجع بالحقيقه ديال التهمي بناني. اذا طلعنا عند السيد الرئيس الاول ديال محكمه الاستئناف، قال لنا بهذا اللفظ هذا انا متبع القضيه والملف هذا اللي كتقلبوا عليه ان شاء الله غادي يكون بين يديكم، وعد قاطع وصافي. اتلاجى صدري هذا، اتلاجى صدري هذا التصريح ديالو. نعم. يعني كيبقى الاطار القانوني هو في اطار الدفعات التشكيليه. الاستاذه كتقول لك خصني القاعده. نعم. غادي نشوف هذه النقطه مع الاستاذه الا كانت غتجاوبني هي اللي عارفه، وانا معك في الاخير مشاهدينا الكرام غنشوفوا الجانب القانوني في الموضوع. هذه الدفعات التشكيليه ملي غيتسالي الدفاع ديال المعتقلين كاين الدور ديالك بطبيعه الحال. في الدور ديالك هنا كيبان لك واحد الخصاص، يعني هذاك حقك في الاطار القانوني. الدفعات التشكيليه خاصها ما تكونش الشيء الاولى، خاصها الملف الاصلي. ما عندناش ملف، علاش غنهضروا على الدفعات التشكيليه؟ والملف المحضر ديال التحقيقات ديال 2007 اللي كاين النظير ديالها في سميتو عند الوكيل العام، عند السيد الوكيل العام كاين تما في الحفظ. ماشي كنقولوا حنا السيد القاضي مشكور من هذا المنبر لانه ما عرفناش المعاناه اللي عانينا في هذا الملف، ردونا للمقبره، داروا لنا التزويرات، شفنا ذاك الشيء، حنا عانينا كنلقاو ديما تيديروا لنا ما عايب استدعوناش، كيفاش بغيتينا نثقوا في هذا الشيء؟ ما يمكنش جينا في الاخر دخلنا لامور لقينا جوج دي كونجي، من بعد مشينا عند المحافظ قلنا له عطينا شهاده الدفن واش نديروا لها عدد متعود، قال لي في السجل 440 قال لك ايش شخص معروف سميتو كنيتو، ايوا بينا انا على ايش درتي لنا بلاكا على واحد قبر وقلتي لنا 440 نورمال جبتي من السجل ياك هذا معروف، علاش ديتي لنا 440؟ حنا شفنا نهارين بحال حيت دابا عينا بزاف ولكن غنستمروا،
غتزاد قوه في قوه، راه هاد النيار باش تجد ثاني الخلايا ديالنا باش نطلقوا ثاني. هاد ميت قال لك السيد الرئيس ما يمكنش ندفعوا ليه طلب ديال التصوير الوثائق. حيت انا محاميه عارفه القانون وحافظه القانون، اول واحد كان اول حاجه كنمشي عند كتابه الضبط، كتابه الضبط باش نصوروا المحضر، ما كنمشيش عند الرئيس الجلسه، هذه معروفه. ولكن هذا بكتابه الضبط ديما تلقاو فيها بوكس محيد 50,000 طلب دايرين. ملي كيقول لنا السيد الرئيس طلعوا راه كاين صوروا الملف، كيمشي كيقول لنا الملف دابع على القاضي. كيفاش هاد الشيء؟ راه الملف كله دابا كنا صورنا ماشي حاجه، دابا راه حيدوا التصاور ما كاينش حتى التصويره. دابا راه هذاك الوثائق راه عندنا نصها، عندنا نصها كيما بقاتش هي. هاد الشيء بغاو يبخروه ولكن ما غندوزوش هاد الشيء. هنا السيد الرئيس والساده في الوقت اللي قال لكم ها هو الملف والمستشارين ديال السيد الرئيس كيتفاعلوا معكم، يعني تنشوفهم حنا لان هادي شهاده امام الله انهم متبعين وتيناقشوا مع السيد الرئيس وهذا، وتيقول ليه زعما مستعدين ويجبدوا الملف كامل. قال لك مستعدين وثيقه بوثيقه اللي في هذا الملف. هنا قال لكم استثناء، قال لكم ما اتوفر عليه من وثائق. في حاله اذا لم اتوفر على وثيقه قال لك انا لا معلوم، لان هذوك الوثائق اللي عنده راه ماشي هما هذوك الملف. راه حنا 65 جلسه لدرجة أن قال لك ها درت شي درت طلب سميتو الوكيل العام الملك الفرد، درت طلب باش ناخذ النظير من النيابة العامة للتحقيقات ديال 2007 اللي كانت تبلغ بها الوكيل العام، دازت النائب احنا عارفين النائب الأول والثاني والنظير بقى تما. ومن بعد راه عندنا ذاك المحضر ديال التحقيقات ديال 78 راه كانت فيها سميتو كانت الحراسه النظريه شبه شي وحدين، وكانوا جابوا خدموا بالكلاب ومشاو ديك الدار تبعوا ديك الجثه وعرفوا ذوك الناس قدموا العداله، ولكن سامعوا الاخرين والملف ضد المنصب المحمديه. هاد الشيء علاش ما يمكنش واحد يقدر حنا علاش 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 ضربوا لنا بهذه الحده؟ علاش حنا حسينا انا قلت مرارا كمل من فئات القليله غالبيه الفئات الكتابيه باذن الله. حنا دابا حنا بوحدنا كنجيو للقضاء، أستاذ الحياة، الأستاذ الحقوقي عبد الصمد، وأنا، هما كيجيبوا معاهم قاعة باش يهاجمونا داخل الجلسة. كيفاش بغيت نتقبل أنا داخل الجلسة ما كاينش يحميني؟ كيفاش؟ كيبداو يسبوا فيا على أساس أنني أنا كندير وكندير وأنا الله ياخذ فيا الحق، علاش؟ القتل راه كاين، كلشي كاين في التحقيقات، ماشي حنا اللي قلناها، هما اللي قالوها. التحقيقات ديال 2009 هي اللي قالتها. وبقى مخبي بقى هذاك الميس تا دازت عليه 12 عام عاد تا 2016 عاد تحركت المتابعه على بناء على مجهولين. ولكن السيد قاضي التحقيق دار جهد، ولكن تا هما الميس ما كاملش، تا قاضي التحقيق ما كاملش، حيت حنا ملي كنهضروا ما فاهميناش الناس على كنهضروا. باش الراي العام اوسيدي يستوعب معنا، قلت لهم حضره 98 كاين، قلت شي المرفقات شي وثائق فيه، شنو هما الوثائق اللي نتوما كتقولوا ما كاينينش؟ دابا في الميت اللي كاين دابا عندنا احنا، عندنا ديك المحضر 98 غير ورقه. هذاك المحضر فيه تحقيقات، فيه صور، فيه قرص. ودايرين وقائد حده، شكون اللي تدا وزاره الحراسه النظريه؟ شهدوا شي امتى سمعوا لهذا ولهذا ولهذا؟ ايوا هذا الميت من 2009 جايبوه. لا ما يمكنش نعيشوا تحت الظل، ما يمكنش نعيشوا في القمع. انا محامي ما يمكنش تقمعني، انا الوظيفه ديالي هي هذه، ما يقمعني حتى شي واحد وتجي دير لي هجومات. ما يمكنش انا خاصني ندافع على الحق، لان غنتحاسب قدام الله، ما يكون معي حتى شي واحد. يوم لا ينفع لا مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. علاش انا كنطر لي السكر بزاف طلع لي السكر، انا وليت كنفضل شي الموس اهون من عدم تحقيق العداله. الموت اهم، حنا قوم نعيش او نموت بكرامه. استاذ الله يوفقك والله يعطيك صحيحتك يا ربي. عندك شي اضافه استاذ؟ مرحبا. بالنسبه للجلسه اللي كانت الجلسات من نهار اللي بدينا، انا كنجي اللي قالت السيده محاميه سيده وسيد ولا واحد من ولادي واحد ولا كاع جوج ماكسيموم. علاش؟ أنا كنتمنى كاع ولادي ما يكونوش معايا هنا، ما خليت ولادي يهضروا في اليوتيوب، ما خليت ولادي يجيو للمحكمة، كنخاف يصدر منهم شي حاجة لأن راهم بركان، غير تمسهم غير تشوف فيهم شي شوفة راه يتفرقعوا، وأنا ما بغيتش داك الشيء، حنا داك الشيء ما عندنا ما نديروا به،
انت راه انا اللي كنعرف شنو عندي في الدار ديالي، وانا انا اللي عارف الضغط اللي عندي في الدار ديال بولادي. اذا حنا كون بغينا نديروا هذه الفوضى هذه وكون بغينا ناخذوا حقنا ما غاديش نلجؤوا للقضاء، ومن لجأنا للقضاء ونكونوا ناس حرفيين ونكونوا ناس مؤدبين ومحترمين ونسكتوا ونخليوا القضاء يخدم خدمته، ومن خرجوا الصحافه خرجوا انتم الصحافه انتم قولوا الدلو ديالكم عندكم الحق، فهمتيني كل واحد يقول اللي عنده، ولكن الجلسه كتبقى جلسه. نعم استاذ الله يحفظك السي عبد الصمد، كما تبعتي الكلمه ديال الاستاذه الام حياه وكذلك الاستاذه في الاطار القانوني، سيد الرئيس الاول ديال محكمه استئناف انسان طيب، عدد كبير من الناس القانون ومغاربه تيعرفوه، عنده كلمه واحده وعدهم بانه غادي يشوف الوثائق بدقه. السيد الرئيس ديال الجلسه متفاعل مع الملف بقوه وكينادي على ام حياه وكيعطيها رسائل وتوضح لها الامور، رغم الراي الثاني ديال الطرف الثاني اللي هما الدفاع المعتقلين اللي كيناقشوا مساله الصفه، ولكن الرئيس هو صاحب القرار في الاخير. يعني مشكله الوثائق هاد الامور الايجابيه اللي دلا بها السيد رئيس المحكمه ديال الاستئناف وكذلك قاضي الجلسه اللي هو مستعد انه يشوف هاد الوثائق، كيفاش كتشوف الامور في المسار ديال هاد المحاكمه؟ يعني الامور غادا واخا نقاش، ولكن هاد الجلسة أمور غادا على ما يرام، كيفاش كتشوفها أنت؟ فعلا الأخ يوسف، يعني اليوم أؤكدها دائما كما أقول بأن غاديين في الطريق الصحيح في الطريق السليم، وهيئة الحكم ولا رئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يتتبع هذا الملف وغاديين في الطريق السليم والطريق الصحيح. غير كيف ما قالت الأستاذة زينب، راه لا توجد قضية بدون ملف. دابا حنا راه ما يمكنش كيفاش ندخلوا في الدفوعات الشكليه والملف ما كاينش، الملف الكامل لا توجد قضيه بدون الملف. ملي كنقول الملف هو الملف اللي كاين عند الرئيس، هو اللي كاين عند دفاع المتهمين، هما اللي كاين دفاع المضارب بالحق المدني. هادشي غير متوفر اليوم في هذه الجلسه، غير متوفر. راه هذا ما عيناه، هذا غير متوفر. نعم في كتابة الضبط الملف ما كاينش، وداك السيد اللي في كتاب الضبط اللي هو موظف عند وزاره العدل ما كيعطيناش الملف كامل، مشيتو عاينت الملفات ولقيناه كاع المحاضر الرسميه والمرفقات ديالنا ما كاينينش في الملف. اذا كان هذاك الملف نفسه اللي عند رئيس الهيئه، فما كاينش قضيه في الاصل. غيطلقوا دوك الناس، علاش شادينهم؟ يطلقوهم، ما عندنا ما نديرو بهم، لان ما كاين والو في الملف. ولكن ملي كنرجعوا الملف ديال المحضر 98 المرفقات ديالو ورجعوا للتحقيقات ديال الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، لان التهمه وجهات بناء على ماذا؟ من السراب ها فقود صلى وداروا تحقيقات من طرف الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه وثبت في حقهم القتل العمد. راه ما كنتكلموش على الفرار، راه كنتكلموا على جريمه خطيره جدا تمس بالامن تاع المجتمع، كنتكلموا على جريمه ديال القتل العمد. فالوثائق اليوم الى ما كانش لا وجود لقضيه بدون وجود ملف، يحطوا الملف ويديروا ليه جرد قدام ويقولوا عندك هذه إيه عندك هذه عندك هذه إيه، نبداو نناقشوا المعلومات اللي عندكم على هذه الوثائق بحكم عارفينهم بدقه. ما تصوروش هذه الوثائق قبال وكانوا عندكم شي كوبيات منهم، ولكن باش عرفتوا هذه الوثائق؟ كاينين بعض عندهم بعض ما عندهمش وثائق كامله، لا الاستاذه زينب ولا الاستاذه حياه ما عندهمش وثائق كامله، حتى الصور ما عندهمش الصور كامله، عندهم جزء من الصور وعندهم جزء من الوثائق وجزء من المحاضر. عين الا سمحتي لي، يعني كتشوفوا انتم المرفقات دابا مرفقات مكتوبين ولكن الاصل ديالهم ما كاينش. عندنا المرفقات، عندنا البحث التقني، عندنا جزء من البحث التقني، عندهم جزء من البحث التقني اللي قامت به الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه المتعلق خاصه بالمكالمات الهاتفيه. عندنا جزء من 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 ما عندهمش كاع ذاك تمثيل الجريمه، ما عندهمش نهائيا، هما مشاو مثلوا جريمه. لكن كنتفاجئوا بان ناس كيهضروا بالاسم ديال الاسر ديال المتهمين كينشروا هاد الصور ديال الاماكن وما عندهمش. فاش كنمشينا نقلبوا الدوسي ما لقيناش في الدوسي نهائيا الملف، ما فيش. يعني بغيت تقول لي الدفاع ديال الطرف الثاني عندهم هاد الوثائق؟ لان الناس اللي كيدافعوا عليهم في اليوتيوب عندهم هاد الصور، شناهم من عندهم. فاش مشينا نقلبوا عليهم في الملف ما لقيناهمش. سولنا السيد فينا هما، قلنا راه عند الرئيس. فاش مشاو عند الرئيس قال لهم ما كاينش. تنشكروا السيد الرئيس الاول ديال المحكمه السيره لانه حتى هو طالع على هادشي وعينو، قال لهم سيروا جيبوا الملف، جابوا الملف عينو، قال لهم هادشي اللي عندكم صحيح، انا غنطلب الناظر ناظر الملف. باش علاش باغي يدير هادشي؟ باش يحقق العداله، لانه يريد ان يحقق العداله في هذا الملف، وستحقق العداله. حيت الناس هادو الفرقه الوطنيه ولا السيد قاضي التحقيق راه ما اتهموش زورا او بالباطل بانهم قاموا بجريمه القتل العمد، راه عنده ادله، والادله كاينه في المحاضر وكاينه في محاضر الاستماع. والجريمه حنا كمجتمع
كأوساط المجتمع سنطالب بالنزول بأقصى العقوبات توصل الإعدام، وخا حنا كنا من الناس اللي كيطالبوا بإسقاط هذا الحكم ديال الإعدام، ولكن في هذه الملفات اللي كتمس بالأمن ديال المجتمع خصنا نوصلوا لأقصى العقوبات على المتهمين، لأننا اليوم أمام جريمة قتل وتلاعب بالملف. راه ملي كيتكلموا راه ماشي راه أستاذ ياسين راه باصل 65 جلسة، واش كاين مخطر مني يعيطوا لك يقول لك أجي راه جثة ومشيت نقل نائب الوكيل العام مسكين شخصيا ومشيت نقل وبداو يضحكوا عليه يجبدوا ليه جثة ديال المرأة. كاين أكثر من هذه الجريمة هذي، واش كاين أكثر من الجريمة ديال حفظ ملف 12 عام هو محفوظ الملف منين تجبد عاد نعرفوا جزء من الحقيقة. هذا الشيء راه خطير جدا، عندنا هاد الناس هادو راه ماشي ينتفضون بدون سبب، لا راه 12 عام ولا 16 عام هما مساكن في ياخذون هاد سميتو، لن نصمت حتى نصل الى الحقيقه. كنتمنى لكم التوفيق في المسار، الله يوفقكم السادة، الشفاء العاجل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي الاطوار ديال الجلسه اللي كانت اليوم، صراحه جلسه حارقه بشكل كبير. مشاهدينا الكرام نحن دائما على تتبع هذا الملف. شي اضافه؟ مرحبا استاذه. نعم انت الاولى. تفكرت واحد القضيه اللي كانت في الحقيقه كضرني، هي ديال السيده حياه اصيبت بعظمه الشهره، والسيده حياه بغات تخرج للاعلام، والسيده حياه انا يا سيدي باش تشهرت؟ انا مراه مكلومه، الناس كيتشهروا ببراءه اختراع، الناس كيتشهروا بدبلومات صحاح، الناس كيتشهروا بكفاءات عظيمه، ما كيتشهروش بحق ما خداتوش ام وكتنادي بحقها. اذا كنتمنى باش يسحبوا هاد الشهره، هاد عدمه الشهره. نعم انا غنجاوبك، غادي نقول لك الشهره شيء والحب شيء اخر، انت محبوبه الجماهير واذا حبك الله احبك العبد. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي اطوار الجلسه اليوم، نقاش حاد بين الدفاع ديال المعتقلين والدفاع ديال الحق المدني. السؤال المطروح، لو تم تفعيل مجموعه من الطلبات حول الوثائق ما كان ليكون الوضع بهذه الطريقة؟ صراحة أستاذة تتكلم عن القاعدة، إذا توفرت لها الوثائق اللازمة في الموضوع هنا غتكون عندها منهجية في إطار الدفعات الشكلية اللي بطبيعة الحال في إطار القانون الأدبي الجنائي غادي يدخلوا للموضوع، كيبدا الاستنطاق التفصيلي ديال السيد الرئيس مع المتهمين، ثم المرافعات ديال الدفاع المعتقلين والدفاع ديال الحق المدني وكلمة النيابة العامة، من بعد طبيعة الحال السيد الرئيس كيقرر الحكم. مشاهدينا الكرام مرة أخرى الشكر الجزيل للسيد الرئيس الأول ديال المحكمة ودكتور في القانون بطبيعة الحال، والقمة في التواضع، وأنا أقول هذا الكلام وأتحمل مسؤولية ما أقول بشهادة الجميع، وكذلك ما انبهرت له صراحة هو طريقة تعامل رئيس الهيئة مع الأم حياة في الشق الإنساني والاهتمام بالملف، ويحاول رفقة المستشار اللي معه وكذلك ممثل الحق العام من أجل البحث بدقة حول الإشكاليات أو العراقيل اللي غادي تقدر توقف الإطار القانوني ديال المحاكمة. مشاهدينا الكرام نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيديات قضية تامي بناني. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.